فكي حيرة في غداك ولا حشاك جاب سلك الحل. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه وما نقصكم حتى شي خير. وحبوا بيت الغاليات والغاليين، نقول لكم ربي يخليكم ليا وربي يفرحكم، والله نحبكم بزاف بزاف والله. وجداد نقول لكم مرحبا بكم في قناتكم افكار اوديكو نوريا. كما تشوفوا اختكم نوريا طلت عليكم بواحد الوصفه خبيزات، تشوف لها بمرقة الحمص تجي بزاف بنينة وحارة، وطريقتها بزاف سهلة واقتصادية وتجي مجمرة. الله الله عليها، العائلة كاملة راح تشكرك عليها، وسيرتو الزوجة تاعك رايحة يفرح بها، واللي ولادها ما يحبوش يشوف لها نأكد لك باللي رايحة تعجبهم. ويعني وصدقوني بنتها تبان باللي كامل باللحم. المهم نبدو على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عندي شوفله قطعتها يعني زهور صغار وغسلتهم، نقيته مليح، لابد تنقيه مليح. ضفت له سنينة ثوم وضفت له الرمز، وراح نخليه يتبخر على الماء يعني يفورنا. نبدو بالمرقة تاعنا. حنا حطي طاجين طين، ما عندكش طاجين طين حطي الكوكوط او حطي الطاجين العادي. الزيت صدر الدجاج قطع صغيرة فقط باش يعني ما عندكش صدر الدجاج فقط بالشوفلير. انا كان عندي قطع صدر الدجاج قليلة، قلت والله راح نضيفها للشوفلير. قليتها مليح في الزيت، من بعد نضيف لها البصل المبشور والثوم المبشور والرمز، نقليهم مليح مع صدر الدجاج تاعنا، نخليهم يتقلو مليح. من بعد نضيف لهم الحمص، ماهوش يعني نص طياب، ماهوش ني ماهوش طايب بزاف يعني نصف طياب. نقليه مليح مع داك صدر الدجاج، والله بنتها هبال. صدقوني صدقوني صدقوني، تتاكدوا باللي تتاكدوا باللي ماهيش طايبه، مش خلاص بالشوفلير يعني باللحم. ضفت هنايا كذلك القزبر والمعدنوس، وراح نقليهم مليح في المرقه تاعنا. من بعد راح نبدا نضيف التوابل. التوابل اللي عندك، التوابل اللي عائلتك تحبها. مهم فلفل احمر، فلفل احمر الحار، سكنجبير، كركم، الملح، عندك الهريسه، حط الهريسه، سكنجبير كذلك كما تشوفوا، الكركم، يعني بالنسبة لله تجي مجمرة. الله الله عليها. من بعد راح نقليها مليح، كي تتقل مليح راح نضيف لها طماطم مصبر. كي يطيب لنا صدر الدجاج تاعنا راح من بعد نفتشو ونحطو مع الشوفلير كي نهرسو. مهم حطيت هاد الطماطم المصبرة وراح نقليها مليح باش الحموضة تاعها تروح. من بعد نبدا نخليها شوية تتقلى، ومن بعد نبدا نحط في كمية قليلة تاع ما ونقص عليها. كما تشوفوا راهو ناقص النار تاعنا، راهي ناقصة. يعني طاجين الطين لابد تنقصي على النار تاعك وتخليها تطيب على نار قليله بزاف. مهم عندك طاجين واحد اخر، يعني حطي في طاجين واحد اخر. مهم ونبدا نشوف الار تاعنا، هنا نبدا نهرسو فيه، هرسي فقط بالفرشيطه. هنا الفرشيطه احسن تهرسي بها. هنا بديت نهرس بهذه تاع البطاطا، من بعد بديت نهرس فيه بالفرشيطه. هنا راح نضيف له فلفل حار قطع صغيره، ونضيف له القزبر المعدنوس، لكن المقطع راهو راح لي والله عفوا. كما شفتوا لابد تنحوا هذوك الحيتان اللي في هذوك الزهور، خلو فقط الزهور. شوفوا كي طاب لنا هايل، احسن من طيبيه في الماء، من هذيك الريحه تاعها تبقى الريحه في البيت تاعك. لكن كي تفوريه ما تجيش حتى الريحه في يعني في بيتك. مهم هرسته مليح،
نبدا نصفي فيه من هذاك الماء، لكن لابد تخلي فيه شويه تاع الماء تاعه باش تجيك البنه تاعه. نصفيه نبدا بهذيك تاع البطاطا، نبدا يعني نهرس فيه كذلك ونخرج هذاك الماء منه. والله نأكد لك بلي وليداتك راح تعجبهم هذه الوصفة، وراح يعجبهم هذه الخبيزات، وراح يقولوا لك عاودي لنا هذه الوصفة. المهم تبعيني الأخير وحتى تكتشفي الوصفة، وإن شاء الله تعجبكم هذه الوصفة وتكون في الحسن الظن تاعكم. كما شفتوا هذا الشوفلير طحناه، هنا ضفت الفلفل الحار كما قلت لكم في الاول، فلفل حار قطعته قطع صغيره، والقزبر والمعدنوس يعني راح له مقطع. ضفت له هنايا حبتين يعني فرماج مثلثات، اذا كان عندك فرماج مبشور حط الفرماج مبشور، اي فرماج عندك، لكن بلبل مثل الفرماج تجي بنين وهايل. نخلط مليح، انا ضفت له اضافه هذا الفلفل الحار قطعته قطع صغيره، تقدروا اللي عندها وليداتها ما تحطوش الفلفل الحار. هنا كما شفتوا ضفت ملعقتين لا شاقليوب اللي هي خبز اليابس المطحون، يعني ضيفي الخبز اليابس المطحون حتى تشوفيه خلاص راهي تلمت لك العجينه. تقدري تضيفي الفرينه، لكن بالخبز المطحون تجي هايله والله، لا تجي بنينه احسن من الفرينه تجيك ثقيله. ضفت الملح كما شفتوا، انا كي فورته ما حطيتلوش الملح. كما شفتوا فلفل اسود، يعني كل الاضافات اللي ضفناهم في المرقه راح نضيفهم هنايا. سكين جبيل، فلفل عكريل الحار او الحلو، الكركم، كل هذه الاضافات اللي ضفناهم في الاول، كل اللي ضفنا في المرقة تاعنا هنضيفه في الشوفلير. نخلط كذلك مليح كما شفتوا. هنا راح نضيف لا شابلو اللي هو الخبز اليابس المطحون حتى تتلم لنا العجين، حتى تكون تتلم في اليد تاعك، باش تقدري يعني تحطها خبيزات او تحطها كرات. نخلط مليح، جات حارة الله الله ومجمرة في هذاك الطاجين تاع الطين تهبل. المهم نخلط مليح، شوفوني ضفت كذلك الفلفل، الفلفل الأحمر يعني الفلفل الأكلين باش تجينا حميمرة وهايلة. خليها على جنب ونبدا هنايا كي شفتو يعني نحيت هذاك صدر الدجاج وراح نفتو. وهنا الطاجين تاع الطين حضفت له فلفل حار، ونبدو فتت صدر الدجاج تاعي وحطيته مع الشوفلير وراح نخلط مليح. تقدري هذه اختياري، تقدري فقط بالشوفلير والله ويجيك بنين بنين بنين. انا فقط كان عندي هذيك الكميه، قلت والله راح نضيفها للشوفلير، جا والله لا جا هايل. هنا ضفت الكمون، لابد تضيف الكمون، والمرقة كذلك راني ضفت لها الكمون، ما تنسوش الكمون، مرقة الحمص تجيب الكمون، وشوفلير يجي فيه الكمون. ضفت الكمون، راح نخلط مليح ونبدا هنايا نحط في البيض، كمية هذه حبة بيض، ضفت لها فقط النصف، النصف تاع حبة البيض، ونخلط ونشوف إذا يعني قدرت نكور الكرات تاعي تاع الشوفلير. من بعد نحطها خبيزات ونرمدها في لاشابلو، شوفوا هي تلمت ليا يعني ما تنش فيهاش مليح بلاشابلو. عندي لاشابليو، نبدا نحط في الخبيزات ونحطهم في لاشابليو ونرمدهم في لاشابليو، ونبدا نقلي فيهم يعني ما يشربوش خلاص الزيت.
وتحبي فقط هاد الخبيزه تحطيهم فقط بلاصوص، ما تحطيهمش خلاص المقه، ويعني هذاك صدر الدجاج فقط اختيار. نبدا نقلي في هذوك الخبيزات، والله يجربوا هذه الوصفه، اكدوا باللي رايحه تعودوها تهبل في البنه. نبدا نحط في الخبيزات ونقلي فيهم على نار متوسطه، تقدروا فقط بلا صوص او تقدروا فقط تحطوهم كمقبلات كذلك. نبدا نقلي في الخبزات، وبلا ما تنسوا حبيباتي نذكركم دائما بالصلاة والسلام على سيد الخلق محمد الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام، وما تنسوش اللايك والاشتراك وفعلوا جرس ليصلكم كل جديد اذا اعجبكم الفيديو. ان شاء الله مع فيديو جديد ووصفة جديدة، ودايما خدكم نورية، والله تجيب لكم الوصفات الاقتصادية، والله نعرفوا بلي هاد الايام راه الغلاء كتير في كل شيء، في كل شيء غلاء، والله في اللحوم في الخضار في ربي قدرنا وصبرنا على وان شاء الله دايما المرأة الجزائرية المرأة العربية للكل دائما لابد تكون اقتصاد في بيتها، تحاول تقتصد في بيتها ويعني تسير امورها. هنا بديت نحي في الخبيزات تاعي، والله عطاتني كميه لا باس بها من الخبيزات، يعني تاكلي وتوكلي. نحط الكميه الاخرى تاع الخبيزات نقلي فيهم، بعد راح نحطهم في الطاجين. كما شفتوا يعني جمرت هذاك الحمص في هذاك الطاجين الطين، وحطيت له الخبيزات، وراح فقط مدة 3 ثواني نشعل عليه ونخليه فقط مدة 3 ثواني، ومن بعد نقدمه للعائلة. وإن شاء الله حبوباتي تعجبكم هذا الفيديو، والسلام عليكم.